طيب خلينا دلوقتي نروح لموضوع آخر. وانطلقت فعاليات مهرجان الطبول والفنون التراثية في دورته العاشرة، واللي بيشارك فيه المهرجان أكثر من 160 دولة وأكثر من 260 فرقة من مختلف دول العالم. بيستهدف هذا المهرجان تقديم إبداعات الفرق وثقافتهم في حوار فني بيجمع ما بين كل الحضارات المختلفة. تسع سنوات من الإبداع واليوم بداية لعاشرها، حيث تتوافد على أم الدنيا فرق شتى من كل الدول. المهرجان الذي دشنه ويترأسه الفنان انتصار عبد الفتاح يأتي في نسخته هذا العام تحت عنوان حوار الطبول من أجل السلام، لتتعدد الأماكن التي تشهد فعاليات المهرجان هذا العام مثل سور القاهرة الشمالية الذي يحتضن أولى فعاليات المهرجان، وأيضا الحديقة الثقافية بالسيد زينب، ومسرح الحضارة والطفلة وبيت السنين، ومسرح ساحة الهناجر بدار الأوبرا. الدورة العاشرة برعاية وزارة الثقافة المصرية وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، كلنا منظومة واحدة عشان هذا العمل يطلع إلى النور. مؤسس ورئيس المهرجان الفنان انتصار عبد الفتاح، حوار الطبول من أجل السلام. عندنا أربع أماكن السنة دي للفعاليات: مسرح السور الشمالي والحديقة الثقافية بالسيدة زينب وساحة الهناجر وبيت السنيال التابع لمكتبة الإسكندرية. كل هذه الأماكن فيها الفعاليات طوال الأسبوع، لختام الجمعة القادم إن شاء الله 2 يونيو. حوار الطبول من أجل السلام، إزاي لغة الطبول اللي هي لغة الحرب بتتحول مع الفنان انتصار عبد الفتاح لغة سلام من خلال الورشة الفنية اللي بيعملها بين كل الدول المشاركة للتأكيد على التواصل الإنساني بين الشعوب. على مدى 7 أيام يمتد المهرجان حتى 2 يونيو بمشاركة إقليمية ودولية واسعة من نحو 33 فرقة، تأتي بعضها من الخارج ومنها ما هم مقيمون بمصر. احنا جايين نحتفل في مهرجان الطبول، معانا فقرات كتيره جدا ومعانا اولاد صغيرين برضو طالعين يشتركوا معانا في مهرجان الطبول، ومبسوطين جدا ان احنا مشتركين في المهرجان. بصراحه بيعملوا حاجات كتير، بيعملوا كلاونات وبيعملوا ابائيب وبيعملوا جونجلير وبيعملوا هيلا هوب وبيعملوا ساحر، وفي ولاد صغيرين بيعملوا تشكيلات. انا بشارك المهرجان، انا مش لوحدي، انا معايا زمايلي برضو داخل السيرك. تمام، احنا جايين هدفنا ان احنا نسعد الطفل، يعني نبسط الطفل، نضحكه، نتصور معاه، نلعبه، نديله بالونه، المهم الطفل يضحك. انت لو ابن حضرتك بيضحك انت اكيد هتضحك. انا بقالي 22 سنه في داخل السيرك القومي، الحمد لله رب العالمين، اكتسبت خبرات كبيره الحمد لله. مش اول مره ان انا اشارك في المهرجان، لا اكتر من مره، وشاركنا برضو في حاجات تانية كتيرة تخص الدولة الحمد لله رب العالمين، وبفضل من ربنا ان احنا كويسين الحمد لله. احنا بنشارك في المهرجان على يعني زي شعار ايه، استقبال شو ترفيه، بس هو المهرجان للطبول، احنا ما حدش فينا تخصصه ده، احنا تخصصنا سيرك، العاب سيرك. دي مش اول سنة، كل سنة بنشارك هنا في المهرجان مع دكتور انتصار. احنا بنغني الغنى التراث الشعبي، يعني بنغني الغنى اللي هو القديم اللي هو الغنى الشعبيات زي ابو لبايش يا قصب اللي احنا هنقدمها النهارده، يا مدجه على راس طبول، وساعات بنعمل مقطوعات من الموسيقى. اقبال الحمد لله كتير جدا، وكمان زي ما حضرتك شايف من كل الفرق من كل دول العالم. طبعا ان شاء الله النهارده هتسمعونا، وان شاء الله باذن الله نفصلكم ان شاء الله. مشاركات من دول عديده مثل اليونان وسريلانكا والهند واندونيسيا واليمن والجزائر والسودان وفلسطين، فضلا عن مصر التي يشارك منها فرق عده، ابرزها فرقه حسب الله، وفرق من جامعه عين شمس واكاديميه الفنون والطبول النوبيه، وفرقه رضا للفنون الشعبيه. يأتي المهرجان ليخاطب كل فئات المجتمع بجميع طوائفه خاصة، وينظم تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.